نادينا العظيم الزمالك العريق ومع كولومبو والزمالك علاء حمام. مساء الفل يا حلوه. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر، تحيات لحضرتك طبعا وكباتن مصر الكبار الكابتن حلمي طولان والكابتن ضياء السيد والساده المشاهدين جميعا. بسرعه علاء، اقول ان مراسلنا في الزمالك مراسلنا في الزمالك ولا مراسلنا من قهوه ارنب؟ لا مراسلك من قهوه ارنب، وقعدت قهوه ارنب كلها تسمع المداخله بتاعت بشار تركي الشيخ، وهم طبعا غالبيتهم اهلاويه مبسوطين ان العفور بتطلع على الاهلي. فكانت يعني حاجه قويه جدا بصراحه، انا بهنيك عليها والله. اشكرك يا علوه. ماذا لديك في الزمالك؟ رئيس نادي الزمالك بث فيديو النهارده من النادي اعلن فيه عن عقد مؤتمر يوم السبت المقبل، وهاجم فيه وبرده في نفس الفيديو هاجم مصطفى فتحي واتهم ان هو بيبحث عن المال، وقال ان هو جلس مع مسؤولي بيراميدز وكان عنده رغبه ونيه ان هو ينتقل لنادي بيراميدز لمده موسم على سبيل الاعاره، لكن كان طالب 20 مليون جنيه، ولما نادي بيراميدز عرض عليه 8 مليون جنيه في الموسم تراجع عن اتمام الصفقه ورجع وقال انا عايز اكمل مع الزمالك. فهو قال انا في انتظار ان هو يرجع، طبعا فرقه حركت من المانيا النهارده اللي هو الخميس، عفوا النهارده اللي هو الاربع 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 معاليك الاربع. لا انا عارف ان هو يدخل الايام في بعض، يدخل الايام، احنا ابتدينا الثلاث ومش هنخلص قبل الاربع اهو. يا علاء بص يا علاء، معذره قدامك ثلاث دقائق لان معايا مكالمه مهمه جدا. طيب المهم قال ان هو في انتظاره عشان يجدد له. عندنا النهارده الزمالك تعاقد مع محمد عبد السلام مدافع بتروجيت مقابل 4 مليون و500 الف جنيه، اللاعب وقع لمده 5 مواسم على بياض، وقال ان هو اختار الزمالك عن اقتناع وعنده طموح بلا حدود، وقال ان هو رحل من دجله مجانا، لكن انتقاله للزمالك ده تعويض على مساله رحيله من دجله يعني بدون مقابل. عندنا الاذاعه الداخليه للزمالك بتعلن النهارده عن عقد جمعيه عموميه يوم 30 من الشهر الجاري، ورئيس نادي الزمالك بيقول ان هو يتخذ فيها خطوات مهمه وامور تخص العضويات واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. طارق حامد النهارده التزم في التدريبات اللي اقيمت في القاهره طبعا، وبيتدرب تدريب مع فردي في النادي تحت قياده الدكتور عامر مطراوي. مستر جروس النهارده ادلى مجموعه من التصريحات عن معسكر المانيا، قال ان المعسكر ساهم في الارتقاء بالمستوى البدني والخطط اللاعبين، وقال لاعبي الزمالك ملتزمين وعندهم رغبه في النجاح، وهو سعيد جدا باعمارهم، وقال كمان ان نادي الزمالك يملك مجموعه من اللعيبه المهاريه والعنصر المهاري داخل الملعب بيصنع الفارق، وقال ان اللعيبه دي محمد ابراهيم وابراهيم حسن وحفني وعبد الله جمعه وعنتر ومدبولي، وقال ان هو سعيد جدا. اتفضل. اخيرا يا علوه. اخيرا بقى ان مستر جروس قال ان هو عارف ان جماهير الزمالك في انتظار رؤيه الفريق، وان هو بيتطلع لانطلاقه قويه في الدوري، وان ان شاء الله ظهور الفريق في المباراه الرسميه يرضي جماهير الزمالك. شكرا جزيلا.